السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حيكون موضوعنا عن الأيرون ديفيشنسي أنيميا، وهي الأنيميا التي تنتج عن نقص الحديد وتتصف بأنها نوع من أنواع الميكروسايتيك هايبوكروميك أنيميا، يعني الخلية أو كرات الدم الحمراء بتكون صغيرة الحجم ومحتواها من الهيموجلوبين قليل. الآن كتعريف للأيرون ديفيشنسي أنيميا، هي عبارة عن الأنيميا التي تحدث بسبب نقص الحديد أو وجود الحديد لكن بكميات أقل من الطبيعية، تمام؟ وأنيميا التي تنتج عن نقص الحديد تعتبر أكثر أنواع الأنيميا انتشاراً في العالم، حيث أنه الأيرون يعتبر مصدر أساسي جداً ومهم جداً في عملية تكوين كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، لأنه من غير الحديد لا يستطيع البون مارو تكوين وإنتاج كرات دم حمراء أو هيموجلوبين بالكمية اللي بيحتاجها الجسم. لذلك نجد أن كرات الدم الحمراء بتكون ذات عدد قليل وحجمها قليل، محتواها أيضا من الهيموجلوبين قليل. فلذلك الأيرون ديفيشنسي أنيميا تم تصنيفها على أساس أنها أنيميا التي تتصف بصغر حجم الخلية ومحتوى من الهيموجلوبين قليل، فتسمى مايكروسايتيك هايبوكروميك أنيميا. بالنسبة للحديد، الحديد الموجود في أجسامنا يختلف باختلاف حجم الجسم وعمر الشخص وجنسه، جنس هذا الشخص. فنجد أنه عند الرجال البالغين نجد معدل الحديد الموجود في أجسامهم من 4 إلى 5 جرام، بينما النساء من 2.5 إلى 5 جرام. الآن معدل الحديد الموجود في وجبتنا الغذائية تقريبا من 15 إلى 20 ملي جرام، تمام؟ فالآن حنتحدث عن مصادر وجود الأيرون أو مصادر وجود الحديد وعملية توازن هذه الكمية الموجودة في أجسادنا. فنجد أنه اللي موجود دائما في الوجبة الغذائية اليومية تقريبا نجد أنه من 15 إلى 20 ملي جرام من الأيرون أو من الحديد، وهي القيمة الطبيعية اللي بتناولها. غالبية الحديد يتواجد في اللحوم والخضروات ذات الأوراق الخضراء. غالبية الحديد الموجود في جسمنا بينتج من عملية ريسايكل. إيش يعني ريسايكل؟ إعادة استخدام الحديد الذي ينتج من عملية تحطيم كرات الدم الحمراء القديمة، حيث احنا عارفين أن كرات الدم الحمراء عمرها من 100 إلى 120 يوم. بعد هذه الفترة تصبح هذه الخلية غير قادرة على القيام بدورها، لذلك وجب عملية تحطيمها والتخلص منها، وبتم تحطيمها في الريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هو نظام الشبك الوعائي، وهو الموجود في الطحال. عشان هيك سمينا الطحال مقبرة الدم، نظرا لأنها تحتوي على شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة. الخلية كرات الدم الحمراء اللي ذات العمر الكبير غير قادرة على أنها تغير شكلها أثناء مرورها في الأوعية الدموية الصغيرة، فيحدث عملية تحطيم إلها، واللي بتحطمها هي كرات الدم البيضاء من نوع ماكروفيج اللي هي الخلايا البالعة، بيحدث لها بتعمل عملية فاجوسيتوسيس لكرات الدم الحمراء، فيخرج الهيموجلوبين وبتم تحطيم الهيموجلوبين وبتحرر الحديد من الهيم، وبالتالي يستخدم بيرجع بيعاد استخدامه، إما إنه بيروح للخلايا اللي بتحتاج حديد وحسب الحاجة. هاي الخلايا إما إنها بتستخدمها في عمليات التصنيع، زي لو أنا بدي أتكلم عن خلية برونورموبلاست اللي هي الخلية الأم لكرات الدم الحمراء، فمعناته إنه حتبدأ عملية إنها تكون هيموجلوبين. ولكن لو الخلية أي خلية بيوصلها الحديد ومش محتاجة إنها تكون، فبتخزنه في مخازنها، تمام؟ حوالي 1 ملي جرام من الحديد يمتص يوميا، وفي المقابل في نفس الكمية بتفقد مع البراز، وهيك بيصير في عندي توازن من الحديد الموجود في جسمنا. بالنسبة لعملية امتصاص الحديد، يمتص الحديد في الديودينم، في الاثنى عشر في الديودينم. غالبية الحديد اللي بيتم أخذه في الوجبات الغذائية بيكون على صورة فرك، يعني FE موجب 3، وبكون الحديد طبعا مش حر وإنما مرتبط مع مواد عضوية وغير عضوية حسب نوع الطعام اللي تناولناه، تمام؟ لما يصل هذه المواد الغذائية اللي فيها الفرك اللي هي FE موجب 3 تصل إلى المعدة، في حمض المعدة اللي هو HCL والإنزيمات الحالة الهيدرولايتيك إنزيم بتعمل عملية تكسير
بتعمل عملية تكسير للفرك الموجود في المواد الغذائية، بتفصله عن المواد اللي مربوط فيها، وبالتالي بيتم تحريره إلى الأمعاء على صورة فرس. إذا يصل الأمعاء على صورة فرس اف اي موجب 2، وبيتم امتصاصه على هذه الحالة. ليش بتحول إلى اف اي موجب 2؟ لأن هناك بروتينات في الأمعاء بتحول إلى اف اي موجب 2 اللي هي فرس. ليش؟ لأنه المستقبلات الموجودة في الأمعاء للحديد هي مستقبلات للفرس وليس للفرك، تمام؟ إذا وفي عندنا عملية امتصاص الحديد تزداد إذا وجد الحديد في بيئة تحتوي على جلوكوز، فركتوز، وفيتامين سي وبعض الأحماض الأمينية، بينما امتصاص الحديد يقل في حالة وجود الفوسفات، وجود اللي هو أحماض الصفراء والباي كربونيت، البايل أسيد والباي كربونيت، تمام؟ في الانتستان في خلايا الأمعاء هناك مستقبلات للفرس للحديد الموجود على صورة فرس، فبالتالي بيرتبط معه، بيدخل إلى داخل خلية الأمعاء على هيئة فرس. إذا يدخل داخل خلية الانتيروسايت هي خلية الأمعاء على هيئة فرس، لأن المستقبلات موجودة للفرس، فيرتبط الفرس بالمستقبلات وبتم إدخاله إلى داخل خلية الأمعاء، تمام؟ بعد هيك داخل الأمعاء بيحدث أكسدة للحديد ويتحول من صورة فرس إلى فرك، تمام؟ وبعد هيك لما يدخل داخل الأمعاء بيرتبط مع الأبو فرتين وبيكون اللي هو مخزون الحديد داخل الأمعاء هو الفرتين، تمام؟ إذا الآن الحديد محتاجين أنه يخرج من الأمعاء إلى الدورة الدموية، معناته يحتاج إلى بروتين ناقل يسمى ترانسفيرين. الترانسفيرين هو البروتين اللي بيرتبط بالحديد عشان ينقله إلى الدم، وبعد هيك بيصل إلى الأماكن اللي محتاجها زي البون مارو عشان يستخدمها في عملية إنتاج كرات الدم الحمراء، أو بتخزن في الخلايا المختلفة في الجسم. إذا كملخص لعملية نقل الحديد، يبدأ الآن لو أنا بتكلم عن خلية انتيروسايت، خلية الأمعاء، إذا أنا بتكلم عن خلية الأمعاء الآن، أو نتكلم عفوا عن أي خلية أخرى. الآن وصل الحديد من الأمعاء إلى مجرى الدم، الآن كيف يتم نقل الحديد إلى داخل الخلايا المحتاجة إلى الحديد؟ أولا في عنا مستقبلات موجودة على سطح الخلايا اللي بتحتاج الحديد، هاي المستقبلات تسمى أبو ترانسفيرين ريسبتور، أو ممكن للاختصار نسميها ترانسفيرين ريسبتور، ترتبط مع بروتين يسمى أبو ترانسفيرين. طبعا الأبو ترانسفيرين هو عبارة عن بروتين يرتبط مع ذرتين من الحديد بصورة فرك اف اي موجب 3، تمام؟ وكل مستقبل من هاي المستقبلات بيرتبط مع الأبو ترانسفيرين، وبالتالي بيرتبط معه بكون محمل بالحديد، وبعد هيك بصير عملية اندوسيتوسيس، يعني بصير انبعاج في ممبرين الخلية، بصير انبعاج بعما يرتبط الأبو ترانسفيرين بالحديد، حيرتبط صار الآن داي فيرك ترانسفيرين، يعني ترانسفيرين المحمل بذرتين من الفيرك، حيرتبط بالريسبتورز الخاصة فيه، وبعد هيك يصير ترانسفيرين ريسبتور كومبلكس، هذا حيحدث انبعاج في ممبرين الخلية في غشاء الخلية، ويحيط بغلاف وتسكر عليها وتدخل إلى داخل الخلية بعملية الاندوسيتوسيس. بعد هيك إيش اللي حيصير؟ حيصير في عملية دخول لأيونات هيدروجين إلى داخل هذا الكيس. أيونات الهيدروجين إيش بتعمل؟ بتحول البيئة الداخلية داخل الكيس إلى بيئة حامضية. هاي البيئة الحامضية هي اللي بتساعد على تحرير الحديد من الأبو ترانسفيرين. ليش؟ لأنه قوة الارتباط ما بين الأبو ترانسفيرين والحديد بتقل في وجود pH حامضي. لما يصل pH إلى تقريبا 5.6 هذا pH حامضي، بيتحرر عندها الحديد ويخرج من هذا الكيس على هيئة فرك، والفرك هذا وين بروح؟ في سيتوبلازم الخلية، بينما بيرجع مرة تانية هذا الساك أو هذا الكيس بيفتح على الخلية، وبالتالي بيفتح على سطح الخلية ويبقى الريسبتورز موجودة على سطحها، ويتحرر منها الأبو ترانسفيرين عشان يرتبط مع مرة أخرى مع الحديد وتعاد الكرة مرة أخرى. الآن الحديد اللي دخل داخل هذه الخلية له مسارين، إما إنه يستخدم في العمليات الحيوية للخلية بغض النظر عن نوع هذه العملية، أو يخزن داخلها على هيئة فيرتين.
هذا بوصلنا إلى مخازن الحديد. في عنا نوعين من مخازن الحديد، هي الفريتين، والفريتين هو عبارة عن بروتين ذائب في الماء بيرتبط مع الحديد وبيكون كومبلكس. 20% من وزن الفريتين عبارة عن آيرون، فبالتالي الفريتين بيكون بيحتوي داخله على عدد من ذرات الحديد من 4000 إلى 5000 ذرة حديد. النوع الآخر من مخزن الحديد هو الهيموسيدرين. الهيموسيدرين عبارة عن بروتين غير ذائب يرتبط مع الحديد، ويشكل الحديد 37% من وزن الهيموسيدرين. تمام؟ من أين ينتج الهيموسيدرين؟ ينتج الهيموسيدرين من عملية التحطيم الجزئي للفريتين بواسطة اللايزوزوم. الآن البارشا لايزوزوما دايجستشن للفريتين، لتجمعات الفريتين لما تتحطم بفعل إنزيمات الحالة اللايزوزوما الإنزيم بتتكسر إلى هيموسيدرين. تمام؟ الآن ما هي أسباب نقص الحديد؟ في عنا عدة أسباب، أسباب متعلقة بضعف الحديد الموجود في الوجبة، سوء الامتصاص، زيادة في الحاجة، فشل في الاستخدام، أو اللي هو فقدان الدم. بالنسبة للبوردايت وهو غير شائع خاصة عند الأطفال، يعني هو أنكومن غير شائع بشكل عام، لكن الأطفال ممكن نجد إنه وجباتهم الغذائية تكون ناقصة حديد، ومن هنا الأطفال اللي بيعانوا من نقص حديد ناتج عن اللي هو ضعف الحديد الموجود في الوجبة. بالنسبة للمال أبزوربشن ممكن يكون سببه عدة أمراض، من ضمنها جاستروكتومي اللي هي استئصال المعدة. تمام؟ طالما صار في عندي استئصال المعدة، فبالتالي إذا ممكن يعاق امتصاص الحديد، لأنه ممكن يؤثر على عملية الاستئصال وهو فقدان الـ HCL والإنزيمات الحالة، وبالتالي لا يتحول الحديد إلى الصورة اللي يمتص على هيئتها. ممكن مرض السيلياك ديزيز، وهي هذا مرض أوتوميون ديزيز، نجد أن هناك أنتيبادي لخلايا الأمعاء، وبالتالي بتتحطم الأمعاء اللي خاصة للديودينم اللي بيكون فيها جزئية اللي بتحدث فيها امتصاص للحديد. بالنسبة لزيادة الحاجة، ويحدث عند النساء الحوامل، ويحدث عند اللي هو في سن المراهقة، نمو أثناء فترة المراهقة. تمام؟ فبالتالي هذا الشخص أو هذا المراهق بيحتاج إلى حديد، وبالنسبة للنساء الحوامل أيضا بتحتاج إلى حديد. فشل في الاستخدام، زي ما يكون حديد موجود لكن هناك شيء يعيق استخدام الحديد في عملية تصنيع الهيموغلوبين، زي اللي هو تسمم بالرصاص. تمام؟ التسمم بالرصاص بيعيق بيثبط الإنزيمات الضرورية لتكوين الهيموغلوبين، بالرغم من وجود الحديد إلا أنه لا يستخدم الحديد بفعل تسمم بالرصاص. بالنسبة لفقدان الحديد، ينتج بسبب النزف المزمن أو الحاد. النزف الحاد ممكن أثر عملية جراحية، أثر حادث سيارة، أو أثر اللي هو رصاصة أو ضربة سكينة وما ذلك. أما النزف المزمن ينتج بسبب البواسير أو الدوالي أو أسباب أخرى. ممكن يكون شخص عنده مرض كلوي ونجد أنه خروج الدم مع البول. ما هي العلامات السريرية التي تظهر على مريض اللي بيعاني من نقص أنيمية نقص الحديد؟ أول شيء يعاني من التهاب في زوايا الفم، البلوسايتس. يعاني أيضا من هشاشية الأظافر، بكون اللي هو الأظافر عنده هشة، وبيبين اللي هو شكل الأظفر زي الملعقة سبون اللي هو بيكون مقعر، بالإضافة أيضا إلى عنده عسر في الكلام، ديسفيزيا بيكون عنده. ما هي الفحوصات المخبرية؟ وهذه أهم شيء عشان نكشف حالة نقص الحديد. أول شيء الفحوصات المخبرية، لو أنا عملت تركيز الهيموغلوبين بجده منخفض، الهيماتوكريت منخفض، كرات الدم الحمراء عددها منخفض طبعا أقل من الوضع الطبيعي، لو عملت الأربيسيز إنديسز المقصود فيها MCV وMCH وMCHC هي عبارة عن المؤشرات اللي بتوضح حجم الخلية ومحتواها من الهيموغلوبين، حنجدها منخفضين. لو دورت على الRDW اللي هو معدل توزيع كرات الدم الحمراء، نجد هناك اختلاف في حجمها وشكلها، فنجد الRDW عندها تزيد. تمام؟ أيضا من ضمن الفحوصات اللي أنا بستخدمها للتشخيص بلاد فيلم، اللي هي مسحة دموية، بناخد عينة من الدم من المريض وبتم فردها على سلايدة، وبعد هيك نتركها تجف
وبنعملها عملية فيكسيشن اللي هو تثبيت على الشريحة وصبغتها، وبعد هيك بنشوفها تحت الميكروسكوب. في هاي الحالة، في حالة الايرون ديفيشنسي انيميا، نجد الخلية صغيرة الحجم محتواها من الهيموغلوبين صغير، فبنسميها مايكروسايتيك هايبوكروميك. وايضا نجد هناك اختلاف في حجم خلية الار بي سيز وشكلها. الاختلاف في الحجم سميناه انيسوسايتوسيز، اما الاختلاف في الشكل سميناه بكيلوسايتوسيز. يعني في هناك تنوع في اشكال واحجام خلايا الار بي سيز. فحوصات مخبريه كيميائيه، انه لو انا عملت فحص الايرون سيرم اللي هو مستوى الايرون في السيرم نجده منخفض. التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي اللي هي القوه الاجماليه الرابطه للحديد، طالما انه انا عندي نقص حديد فيبقى الترانسفيرين حر، له قدرة إجمالية أو قدرة كبيرة على أنه يرتبط بالحديد، فنجد أنه Total Iron Binding Capacity تزداد. هذا دلالة على أنه الحديد في نقص. تمام؟ لو أنا عملت كمان اللي هو أخذت عينة من البون مارو حجد وصبغتها بالآيرون، حجد أنه مخازن الحديد الموجودة في البون مارو ممكن تكون غايبة، absent، مش موجودة. طب ايش العلاج لمرضى الايرون ديفيشنسي انيميا؟ اولا بدنا نعطيهم ريبليسمنت ثيرابي. ايش يعني ريبليسمنت ثيرابي؟ طالما هم يعانوا من نقص حديد فانا بعطيهم الشيء اللي ناقصهم، يعني بيعطوا حديد. تمام؟ تمام، بيعطوا كميه من الحديد كافيه بحيث انها تعمل تصحيح لحاله الانيميا، تعدل الوضع. ويعطى الحديد على هيئه فيروس سلفيت، وبيعطوهم كمان ملتي فيتامين اللي هو فيتامينات متعددة عشان تساعد في عملية التغلب على هذه المشكلة. يعطيكم العافية.